كل شيء شالتني. عندي مرسو ولدي ماشي مزيانة وكتشد علي ولدي. عندي ولد واحد وعايشة معدبة، عايشة غير عند الناس في الدار، ويعني حياتي ماشي. ما كندير مزيان وما كيديروا معايا قبيح، ما عرفتش علاش. كنعاونها في كل شيء، نعاونها على ولادها، هي معايا قبيحه وكتشمر عليا ولدي، ما يجيش لعندي، ما يصرفش عليا، وانا مراه كبيره ما كنتش نقدر نخدم. فهمتي؟ يعني حياتي معذبه، عايشه والحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. انا ما عمري بحياتي تسمت، انا كنت كسول، ما كنقراش، ما كانش هادشي، ما تعلمتش الصناعه، الدوله ما علمها حتى شي حاجه. سيتو اللي كيلوم الدولة راه ما عندوش العقل، لازم خصو يجتهد ويقرا ويتعلم الصنعة باش يلحق. اللي ما عملش هاد الشيء هذا ما كاينش يسمت الدولة، ما كتسمت حتى شي واحد، مادام اللي كيسمت راسو واللي طماع ديما كيبقى مسيب الزنايق. أكبر سمتها في التجارة، كنت كنعمل التجارة، كان عندي صاحبي كنعملو أنا وياه التجارة، خويا بيا يعني الدالي ديالي، يعني كنا كنعملو نص بالنص. كنعملوا التجاره ملي مجينا باش نجمعوا الحساب الدالي، يعني الدالي ديالي. هذيك هي اكبر شمته، يعني طقت فيه في الاخر. هو شمته ماشي بزاف، هادي خدمت مع واحد سيكوريتي ودالي رزق، خدمت مع واحد الشركه سيكوريتي وكدا، فهمتيني، وشهر و15 يوم وانا كنضرب الليل وكدا، في الاخر دنا فلوس نوارا صافي. هادي الشمته اللي وقعت فيا، كذبش علاش ما زيرتي راسي؟ قول لي علاش؟ جوج معطر وسحب لي هكاك، جمعت الفلوس اللي عندي شي دويري لي راسي، وهذي بقات فيا، فهمتي؟ شنو هادشي اللي كاين؟